تنادي النقابية القديرة نورية راجح زملائها في هيئة استكشاف وإنتاج النفط ليجتمعوا بعد صمت طويل وليحتجوا على إغلاق أهم الهيئات البحثية بالإضافة إلى هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية. للأسف من بعد الحرب الآن هم مشت هيئة الاستكشافات النفطية، ومنذ الحرب للآن لم نزاول عملنا بسبب عدم اهتمام الإدارة وأيضا اهتمام الدولة بهذا المرفق الحيوي اللي يعتبر من المرافق الهامة جدا. هذا التجمع تحول إلى تظاهرة قطع الشارع الرئيسي بعد أن ضاق بهم الحال دون رواتب لأشهر عديدة، وبعد أن صمت القيادات السياسية آذانها إزاء جميع المناشدات الرامية لاستعادة هيئات وطنية استفادت من بحوثها جميع الشركات المنقبة عن النفط والمعادن. يوم نقلوا البنك المركزي بعدين ما عبدون كش ولا ريال، ما فيش. يقولوا المليارات رواتبكم مش عندنا، احنا كلهم هم يقولوا رواتبكم مش عندنا. فين احنا نشوف نروح؟ فين رواتب احنا؟ احنا ما احنا جوهر، ما احنا بيوت، ما احنا ايجار، ما احنا بقالات، ما احنا مصاريف مدارس. لا مش وضع العمل، المبنى يشيلوا ترميمات والحكومة راخدة مش دارة بالترميمات، ميزانية تشغيلية مش موجودة، والحكومة لم تسلم لنا ريال عشان نرمي المبنى ونشتغل فيه مرة ثانية نعيده. تمضي الحياة بوتيرة ثقيلة على أغلب الموظفين هنا في العاصمة المؤقتة، ويظل تهميش الهيئات الوطنية وكوادرها ملفا يكشف عن استلاب يطال حتى أهم القطاعات الاقتصادية في البلد. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.